لو مع متابعات قناته في اليوتيوب أو الطرح الإعلامي لفئة الصم، هل يمكن للأشخاص اللي ما يعانون من الصمم أنهم يفهمون عليهم، يتعلمون لغة الإشارة بسهولة؟ يقول زي الآن مثلا مهم أن يكون عندك أول شيء دافع وحماس أنك تعلم لغة الإشارة. يقول زي الآن كثير منهم يقول لي حط اللي هي الترجمة الكتابية تحت في القناة. يقول زي الآن أنا المترجم جيت معه عشان يكون حلقة وصل بيني وبين المقدم. زي الآن مثلا البرامج اللي هو يقدمها في اليوتيوب يقول يعني فيها ترجمة صوتية أو ترجمة كتابية لابد عشان يستفيد منها أخواني السامعين، يعني يشوف الإشارة والصوت معه يحاول يربط الإشارة معها. يقول يعني إن شاء الله في المستقبل نحاول نشوف لها طريقة أفضل. طيب طريقة إنتاج وإخراج برنامجه كيف تسير ما بين المخرج ما بين المصور ما بينه هو كمذيع؟ يقول زي الآن أكون أنا أثبت الكاميرا، طبعا هو الحالة اللي ينتج وكذا، يقول أثبت الكاميرا الآن تكون أمامي ثابتة. الشيء الثاني يقول إذا انتهيت أنا نفسي من المقطع أنا اللي أمنتجه وأصلحه وأحاول أني يعني، يقول هذه طبعا بديت عليها من زمان، يعني أني أكون أنا أثبت الكاميرا وأنا شخصيا أتابع أشوف الشاشة هل هي ثابتة علي. تقريبا 30 دقيقة 20 دقيقة أحاول أني أنتج المقطع. يقول في النهاية يقول بعض الأحيان يقول أصور بالكاميرا وإذا انتهيت من الإخراج أو من المقطع أشوف الكاميرا تكون مقفلة أروح أعيد مرة ثانية اللي هو المقطع، فيعني أواجه صعوبات. يعني هذه المواقف تصير ترى حتى في يعني في الحالات العادية، طمنوا يعني. طيب الآن أيضا إعلاميا، إيش أهم البرامج أو القنوات اللي هو يحتاج أنه يكون فيها لغة إشارة؟ أخبار، برامج، إعلانات، وإيش الأهم بالنسبة له؟ يقول فيها قنوات كثيرة، يعني فيها اللي هي الأخبار. يقول برضه في ملاحظة يعني زي الآن البرنامج هذا يقول يعني إن شاء الله راح يكون فيه إقبال عليه ومشاهدة أكثر يعني من القنوات الأخرى. ليه؟ لأن فيها مترجم وفيها صم وفيها مثلا سامع، يعني موفرة كذا الشخص. الآن فيه بعض القنوات فيها مترجم لكن مترجم ما نستفيد منه، يعني يكون مترجم المربع حقهم صغير مرة، لابد تكون قريب من الشاشة، فلابد يعني يكون فيها أغلب القنوات ترجمة. طيب بخصوص مترجمي القنوات، هل المترجمين اللي يشوفهم في القنوات فعلا يترجموا بشكل صحيح ولا يعقدوا الموضوع على فئة الصم أكثر وما هم مجيدين؟ يقول لا بالعكس نفهم عليهم كامل المترجمين. يقول زي الآن مثلا بعض القنوات فيها مترجمين يقول صح مشكلتهم الشيء الوحيد بس هي في صغر حجم الشاشة، لكن من ناحية الإشارة بالعكس يعني ما شاء الله متمكنين وأفهم عليهم. يقول بعض المترجمين صح أنك ما تفهم عليه مرة لكنك إن شاء الله تحاول أنك تعطي بعض الملاحظات عشان يستفيد منها. طيب اختلاف المحتوى يصعب الترجمة ولا لا؟ نتكلم على برنامج شعر مثلا، على فيلم سينمائي، على نشرة أخبار. يقول طبعا لغة الإشارة تختلف. يقول زي الآن بعض المواضيع مثلا نشرة الأخبار، زي الآن مثلا موضوع خاص بالرياضة، يقول زي الآن مثلا زي النشرة يقول لابد يكون فيها المترجم متمكن وسريع في الإشارة عشان المذيع ما راح ينتظره، لابد يكون يعني متمكن وقاري المحتوى قبل ما يبدأ البرنامج. يقول يعني إن شاء الله يقول زي الآن لغة الإشارة مترجمين إشارتهم واحدة أو كلهم متميزين؟ لا، يقول فيه بعض وبعض. يقول لكن زي الآن مثلا لغة إشارة مترجمين يقول بعضهم مثلا يكتبها من والديه وكذا أو من أسرته أو مثلا من زملائه يكونون صم ويكون ما شاء الله متمكن منها غير اللي يكون مبتدئ. طيب في سؤال برجع له أبغى أحاول أحصل على إجابة مباشرة فيه، لو شخص ما يعاني من الصمم ظل يتابع قناته مثلا على اليوتيوب أو أي طرح إعلامي خاص بفئة الصم، هل ممكن أنه يفهم عليهم وينسجم مع ما يقدم؟ يقول لا بالعكس يستفيد فاهم بيفهم على طول منها كيف فاهم كيف. يقول مثلا الآن يشوف اللي هو المقطع تبعي يقول مثلا الإشارة بعض الإشارات تكون وصفية يعني واضحة ما يحتاج لها مترجم.
يقول زي الآن مثلا يتكلم عن اللي هو بحر سفينة، يعني تكون واضحة للشخص السامع أو اللي ما عنده لغة إشارة. وبرضه يعني دائما ندرج اللي هي الترجمة الصوتية أو الترجمة الكتابية مع المقطع. عبد الله بسألك أنت، واستأذنه إني أسألك،